تيتوس فلافيوس كليمنس، المعروف أيضا باسم كليمنت الإسكندرية، عالم اللاهوت وفيلسوفا مؤثرا في المسيحية المبكرة. بعد تحوله إلى المسيحية قام بتدريس التعليم المسيحي في مدرسة الإسكندرية. كان ملم بالفلسفة والأدب اليوناني الكلاسيكي ويعتبر أبا للكنيسة، وكان يحظى بالاحترام من الكاثوليكيين الغربيين. ثقف من قبل تيتان الآشوري ورسمه البابا جوليان للكهنوت قبل عام 189 ميلادي. في كتابه ستورماتا يكتب كليمنت الإسكندري عن هؤلاء الرجال الذين حافظوا على التقليد الحقيقي للعقيدة المباركة التي كانت مباشرة من الرسل القديسين بطرس، يعقوب، يوحنا، وبولس. يعرف كليمنت هؤلاء الرجال في المقطع التالي: من هؤلاء أحدهم الأيوني في يونان، والآخر في ماغنا كراسيا جنوب إيطاليا، أحدهما من كول سوريا شرق لبنان، والآخر من مصر. وكان هناك آخرون في الشرق، أحدهم آشوري والآخر عبراني في فلسطين. كان كليمنت على معرفة كبيرة بالمواقع الجغرافية وأصل الإقوام، وحدد هذا الرجل بالآشوري. هذه شهادة على أن بعد 700 عام من سقوط الإمبراطورية الآشورية، كان الشعب لا يزال موجودا وكان يعرف بالآشوريين. هذه الحقائق تتحدى كل النظريات المؤشرة بأن الآشوريين أبادوا بعد سقوط إمبراطوريتهم.